نحن الآن في طريقنا إلى مدينة باتومي، ومنها سننتقل إلى مدينة بوتي. هاتين المدينتين اللتين تبعدان نحو 400 كيلومتر عن العاصمة تبليسي، وهما تضمان مرفأين يصلان جورجيا بالعالم الخارجي. تماماً كما كان الحال لدى زيارة مصنع روستافي أزوت، لم يكن ممكناً رؤية ميناء باتومي من دون أن يسيطر التفكير بما حدث في الرابع من آب على مساحة واسعة من العقل، خصوصاً وأن الكثير من البواخر المبحرة من وإلى الميناء تبدو من بعيد أشبه ببابور الموت روسوس. بأي حال، فإن صباح اليوم الذي وصلنا فيه لم يكن سوى صباح يوم عادي آخر في المرفأ، الذي يعود تاريخه إلى العهد الروماني، ويعد اليوم أكبر مرفأ في جورجيا. أطفال يلعبون في حديقة صغيرة ملاصقة لأحد الأرصفة، وصيدوا سمك على مقربة من رصيف آخر. قلة من الموجودين في محيط المكان تعلم على الأرجح أن الأطنان التي انفجرت في مرفأ بيروت خرجت منه، أما على متن أي بواخر خرجت فقد كان هذا السؤال الذي قطعنا آلاف الكيلومترات من تبليسي بحثاً عن جواب له. I'm sorry again for disturbing you, but we are doing our best to get some information that is very important for us from actually many places in Georgia, and he's being kind to help us. So first of all, can we film or it's not? من مدينة باتومي توجهنا إلى مدينة بوتي في اليوم نفسه، وتحديداً إلى مرفأ المدينة العريقة بدورها، والتي يعود تاريخها إلى العصر اليوناني. هناك استقبلتنا أمطار الشتاء لتضيف مزيداً من الكآبة على الجو العام المتوقع في مؤسسة رسمية قارب دوام موظفيها على الانتهاء. What exactly your interest in Poti Port? In filming or interview? Just speak English. Why are you interested in Poti Port? Okay, we are interested. We are filming many ports in Georgia because we want to see how chemical fertilizers are exported from Georgian ports. What is the process, you know? I was telling the context about Beirut and so on. Yeah. Nothing. ساهمت رحلة باتومي وبوتي في تسريع الإجابة التي جاءت شبه إيجابية، فعلى الرغم من أن وكالة النقل البحري أكدت أنها لا تستطيع أن تحدد على متن أي من البواخر غادرت أطنان الأمونيوم نيتريت سواء في عام 2012 أو في عام 2013، إلا أنها لفتت في الوقت عينه إلى أن أي باخرة لم تغادر من جورجيا إلى الموزمبيق بالتزامن مع الشحنة الأولى، فيما غادرت باخرتين بالتزامن مع الشحنة الثانية، الأولى هي روسوس والثانية هي باخرة تدعى MSC إيجل. التواصل مع أحد المصادر في الموزمبيق أكد أن هذه الباخرة وصلت بالفعل إلى ميناء بييرا في منتصف شهر تشرين الثاني، وكانت تحمل في حينه اسم أوسلو ويف. هذه الباخرة تحمل نحو 1700 حاوية بداخلها بضائع مختلفة. لمعرفة ما الذي كانت تشحنه بالضبط يجب الحصول على بوليصة الشحن، ولكن من المفيد ربما لفت النظر إلى أن الأمونيوم نيتريت يوضع إجمالاً في أكياس كبيرة وينقل من خلال بواخر شحن عام، وهناك استثناءات نادرة جداً استخدمت فيها بواخر الحاويات لنقل الأمونيوم نيتريت. تحياتي. ما شكك به المصدر حسمه المتحدث باسم المصنع الموزمبيقي أنطونيو كانهافاس بنفسه في محادثة مقتضبة عبر الواتساب.
لعلمك فإننا نراعي أعلى المعايير العالمية في مجال النقل والتخزين داخل الموزمبيق، لذلك فإننا لا نقوم مطلقا بأي عملية شحن للأمونيوم نيتريت من خلال بواخر الحاويات. إن لم يكن عبر البواخر إذن، فكيف قطع 11,000 طن في المرة الأولى وما يزيد عن 15,000 طن في المرة الثانية مئات الآلاف من الكيلومترات نحو الموزمبيق؟ هذا السؤال قاد إلى سؤال آخر، ماذا لو لم تكن هذه الكميات الكبيرة قد وصلت أصلاً إلى البلد الأفريقي؟ سؤال بطعم الشك تحول إلى شبه يقين بفضل موقع ويتس التابع للبنك الدولي، والذي يحدد كمية الأمونيوم نيتريت التي دخلت إلى الموزمبيق من كل دولة من دول العالم وفي كل عام من الأعوام. الدول التي استوردت منها الموزمبيق أمونيوم نيتريت في عام 2013 هي أوكرانيا، جنوب أفريقيا، السويد، سنغافورة، البرتغال وألمانيا. تبين بحسب الموقع أن الموزمبيق لم تستورد أي طن من النيترات من جورجيا، لا في عام 2013 فحسب، بل حتى في عامي 2012 و2014، ما يعني أن أكثر من 40,000 طن كان يفترض أن يكون ميناء بييرا وجهتها الأخيرة ذهبت في حقيقة الأمر إلى أماكن أخرى أكثر سخونة ربما وأكثر حاجة إليها. وماذا لو كانت هذه الأماكن، وانطلاقاً من تجربة روسوس، هي أماكن في سوريا ولبنان؟ لمعاينة هذه الفرضية استحصلنا من موقع مارين ترافيك المتخصص في مجال رصد حركة السفن على لائحتين، لائحة بكل البواخر التي غادرت جورجيا بين شهري أيلول وتشرين الثاني من عام 2013، أي بالتزامن مع الشحنات المفترضة إلى الموزمبيق، ولائحة أخرى بكل البواخر التي وصلت إلى لبنان وسوريا في الفترة نفسها. وبعد عملية مطابقة يدوية مضنية تبين لنا أن 4 بواخر خرجت في هذه الفترة من مينائي باتومي وبوتي ووصلت إلى موانئ بيروت وطرابلس وطرطوس. ليدي ماريا غادرت ميناء باتومي في 13 من تشرين الأول ووصلت إلى ميناء طرطوس في 29 من تشرين الأول. جينان غادرت ميناء بوتي في 16 من أيلول ووصلت إلى ميناء طرطوس في 2 من تشرين الثاني. ساليكس غادرت بوتي في 12 من تشرين الأول ووصلت إلى طرابلس في 10 من تشرين الثاني. روسيتش 11 غادرت ميناء بوتي في 12 من تشرين الأول ووصلت إلى ميناء بيروت في 2 من كانون الأول. اللافت فيما سبق أن البواخر الأربعة ترتبط جميعها بشبكة تعرف باسم شبكة أوديسا، وهي شبكة كانت تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر من روسيا إلى سوريا منذ عام 2011. هي شبكة مركزها على مستوى الأفراد والشركات اللوجستية في أوكرانيا، وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى أن مركز قيادتها في أوديسا. هذه الشبكة مسؤولة عن إخراج وشحن الأسلحة من روسيا وأوكرانيا، والدلائل تشير إلى أن بعض الشرك في هذه الشبكة ربما يكونون قد شحنوا الأسلحة إلى نظام الأسد في سوريا. الباخرة ليدي ماريا سبق وأن أوقفت في عام 2007 في لبنان بتهمة محاولة تهريب الأسلحة والذخائر بين لبنان وسوريا، وكان اسمها في حينها ليدي عزة، وهذه السفينة مملوكة من شركة تدعى مينا جروب مقرها في طرطوس. الباخرة جنان مملوكة من شركة تحمل الاسم نفسه ومقرها الرئيسي أيضا في طرطوس. جنان لائحة بالبواخر التي استخدمت خلال عام 2012 لنقل الأسلحة إلى أماكن مشبوهة من بينها سوريا. عدد رحلات الباخرة جنان 8. الباخرة روسيتش وهي باخرة مملوكة من الملياردير الروسي فلاديمير أوسين، الذي اتهم في أكثر من مرة باستخدام أسطول البواخر الموجود لديه لنقل المعدات الحربية إلى سوريا، وفي حين قدم طاقم السفينة بوليصة شحن تشير إلى أنها محملة بالقمح. بيّنت الدراسة التي أجريت على شبكة أوديسا إلى أن القمح كان يستخدم كتمويه مثالي للشحنات المشبوهة. روسيتش 11
قامت شركة الشحن البحري المملوكة من الأوليغارشي فلاديمير ليسين بنقل قطع تستخدم للمروحيات إلى سوريا في عام 2012. تعد شحنة القمح مثالية لنقل كميات كبيرة من الأسلحة، حيث اعترف مثلا تاجر السلاح المعروف منذر القصار بأنه كان يستخدم بواخر قمح لنقل الأسلحة. الباخرة سالكس مملوكة من شركة إلمار ومقرها في أوكرانيا، وقد قامت هذه الشركة بلعب دور في نقل الأسلحة إلى سوريا بين عامي 2011 و2014. طاقم السفينة صرح لدى دخولها إلى ميناء طرابلس بأنها محملة بمادة الأمونيوم سلفيت. سالكس إلمار هي شركة شحن أسلحة معروفة ولديها علاقات عمل قوية في سوريا. تملك إلمار باخرة دخلت إلى أوديسا في الثاني من أيار وغادرت إلى طرطوس في الرابع عشر من الشهر نفسه. هل يعني كل ما سبق بأن هذه البواخر المشبوهة هي حتماً التي حملت الأطنان المفقودة؟ بالتأكيد لا، لكن التقاطعات في الوقت عينه تعيد إلى الواجهة الفرضية التي لا يمكن تجاهلها مهما سخفها المتضررون، والتي تقول بأن دخول روسوس إلى ميناء بيروت لم يكن صدفة، وأن بابور الموت لم يكن سوى واحد من عشرات أو ربما مئات البوابير التي غادرت روستافي وجاءت إلينا محملة بالموت. على العموم تكاد الرحلة الجورجية أن تنتهي، نستعد للمغادرة ونحن ندرك أنه في أكثر من مكان وأكثر من مدينة من هذه البلاد ثمة أشخاص يعلمون الكثير من الأسرار، وثمة وثائق ومستندات مختبئة خلف الأبواب المغلقة، ومع ذلك تدور عجلة الحياة بشكل طبيعي. فصحيح أن أصل الحكاية وفصلها هنا، لكن قلة يكترثون لمعرفة التفاصيل، لأنها في نهاية المطاف ليست حكايتهم بل حكايتنا التي لم نعلم بها إلا في الرابع من آب.